والنهارده او المباراه اللي فاتت عامل مباراه قدام فيوتشر برضو بنفس السكور الكبير. هنا الارقام مش هتقول كل حاجه، يعني ممكن الارقام تكون مع فيوتشر لان فيوتشر كان ضاغط اكتر، هتلاقي نسبه استحواذه اعلى، هتلاقي حاجات كتير قوي في الارقام عكس مباراه الاتحاد وسموحه. يعني الاتحاد وسموحه، يعني انت رايك الاداره الفنيه لفيوتشر والاتحاد لافضل مين؟ لا الاتحاد سكندري طالما كسب الافضل كان الاتحاد طبعاً. طيب نروح لنجيب واماني ونعرف الاتحاد وفيوتشر بلغه الارقام عامله ازاي. طيب نبدا من الوقت اللي كابتن وليد قاله، فعلا الاتحاد سكندري رغم انه تفوق تماما في الارقام، تفوق في المباراه اللي فاتت على سموحه في الارقام، النتيجه ما كانتش في مصلحته او ما كانتش احسن حاجه ممكنه، ولكن النهارده قدام فيوتشر الاتحاد سكندري رقميا ما كانش الطرف الافضل ولكنه حقق النتيجه. نبص بصه سريعه على الاستحواذ، 62% لفيوتشر، المحاولات فيوتشر وصل لمرمى الاتحاد 15 مره منهم 7 اون تارجت، الاتحاد 12 منهم 6، الاهداف المتوقعه رغم ذلك العكس تماما، ال 12 محاوله بتوع الاتحاد سكندري كانوا يكفلوا له انه يسجل 3 اهداف، فيوتشر ال 15 محاوله درجه خطوره الفرص او المحاولات اللي راح بيها تخليه يعمل 1.8 او هدفين على الاكثر في المباراه واللي هو سجله. انت عايز تقول ان الاتحاد كان اكثر خطوره؟ الاتحاد كان اكثر خطوره فعلا. ويمكن لو ده 3 وده 2 والمباراه فعليا الاهداف المسجله الفعليه خلصت 3-2، فاذا الاتحاد السكندري قدر يحقق اللي كان المفروض يحققه. التمريرات فيوتشر افضل القصير، لكن الطويل الاتحاد السكندري، ده يقول لك شكل فريق بيستحوذ بيعمل تمريرات قصيره وبيسيطر على الجيم، الفريق الثاني مجرد ما بيقطع الكوره عارف هو بيخرج ازاي، بيخرج خرج ب 48 تمريره طويله منهم 54 تمريره 54% نسبه دقه. الكرات العرضيه يمكن فيوتشر كان اكتر بشكل منطقي وطبيعي انه مسيطر وبيوصل على الاطراف. لو بصينا على السلايد اللي بعدها، ده شكل تمركز الفريقين في بدايه ونهايه المباراه، الصورتين اللي على اليمين دول صورتين فيوتشر في بدايه المباراه، الصوره اللي فوق والصوره اللي تحت في نهايه المباراه، الاتحاد سكندري الصورتين اللي على الشمال. لو بصيت على فيوتشر زي ما بدا الجيم زي ما نهاه، فيوتشر ادارته للمباراه، تمركزهم، التكتيك بتاعهم، احمد رفعت وجوزيف اللي هم الوينج ليفت والباك ليفت، مفاتيح اللعب زي ما هم، مفيش اي تغيير في شكلهم في الملعب. الاتحاد فيوتشر زي ما بدا المباراه زي ما نهاها، ما قدرش انه يتطور بتطور الجيم بتطور احداثه، على العكس اتحاد سكندري بدا متراجع، بدا في تكتل في وسط ملعبه. ده شكل فريق اتحاد سكندري في بدايه المباراه، وده الشكل اللي اتحاد سكندري نهى بيه بدايه المباراه لما قدر يزود مدافع وقدر يسترتش الملعب من الاطراف، الوينج الرايت وينج باك او الظهير الايمن الجناح والناحيه الثانيه في الشمال، 3 في عمق الملعب وبعدين 1 تحت المهاجم. فالحال اتحاد سكندري تطور واداره المباراه خلت الاتحاد يقدر ياخد من الجيم اللي هو عايزه، وتعامل كابتن حسام مع الجيم كان بشكل افضل شويه. اخر حاجه هناخدها في المباراه رغم الشكل اللي شفناه، اماكن استحواذ الفريقين فين في الملعب، رغم فرق فيوتشر مسيطر والارقام وكل حاجه، لكن فعليا فيوتشر دخل التلت الاخير من الملعب قد ايه ومنطقه جزاء اتحاد سكندري قد ايه، بس 19% و13% الاتحاد سكندري، يعني الفارق في النهايه الفريقين هجوميا كانوا شبه بعض وقد بعض. الاتحاد سكندري 44% سيطره في نص الملعب على عكس فيوتشر الرقم قليل، فالاتحاد الحقيقه كان ليه شكل افضل وكان حافظ اكتر، شفناه بيلعب جيم استحواذ قدام سموحه وبيتفوق، شفناه بيلعب جيم كله تحولات قدام فيوتشر وبيتفوق برده، فالحقيقه ده كريدت كبير للجهاز الفني لنادي الاتحاد. رغم ذلك افضل اداء فردي في المباراه هو لاحمد رفعت جناح فيوتشر الشمال، 40 استلام للكوره، رقم رابع لاعب في فريق فيوتشر، دقه تمرير 73%، محاولتين اون تارجت من اصل محاولتين هو الثالث، العرضيات 2 صح بس من 10، دي حاجه احمد رفعت محتاج انه يطور فيها شويه. اهدافه المتوقعه 6 من 10، مراوغاته واحده صح من اصل 3. الصوره اللي تحت على اليمين اماكن المحاولتين، رغم ان احمد رفعت بيلعب جناح لكنه قدر يتوغل مرتين للعمق، موجود واحده تسديده من ضربه ثابته والكره الثانيه كان اخذ تمريره بينيه ورا الدفاع وانفرد وسجلها في عبد المنصف من 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 داخل منطقه الجزاء، والصوره اللي فوق الخريطه الحراريه بتاعته. حقيقه افضل اداء فردي قدمه احمد رفعت، ولكن في النهايه اتحاد السكندري تفوق في اداره المباراه وتفوق في النتيجه في النهايه.